لهيك شوفي واضح التعب عليك، ومشان هيك انت ما قدرتي تعطيني شي يلي كان بدي اياه منك طول هالسنين يلي راح. وريث، وريث لعائلتنا. يعني انا بشوف انك وقت تصيري حامل لازم تكون صحتك قويه، لانه اكيد ما بدك انه ابنك يكون عنده مشاكل او تشوهات. لا مستحيل هالشي. راتي؟ أنا قصدي ما بدي إياه يكون ضعيف. بالمناسبة فرصة إنك تجيبي ولد قليلة كتير، ما هيك؟ وأنا حتى طلبت من جايا إنه ما تخليكي تتزوجي من ابني راغاب، بس الواضح من هالموضوع إنه جايا ما بدها وريث لهالعيلة. وأنا مع الرأي اللي بيقول إنه ما لازم نترك كل شيء للوقت، وإنه لازم نختصر الوقت بإيدينا. عفواً ما فهمت عليك. ولا شيء حبيبتي، كنت عم فكر بصوت عالي. روحي وارتاحي بغرفتك. يلا روحي، يلا بنتي. ماما، انتي زودتي الكمية هالمرة؟ أكيد ناينا، لأنه لازم قريباً يبين مفعول الدواء. طمنيني كيفها؟ هلأ أنا عطيت الدواء، بس كان معك حق ديفراج، وضع مانو منيح. يعني لازم كريشة تصير مثل مايا وبأسرع وقت. بس برأيك هذا هو الوقت الصح؟ إذا استنينا الوقت الصح ممكن نخسر كل شيء. هي هلأ مريضة وإنتي بتعرفي، حتى لما ما بتكون مريضة ما بتعرف شو عم تعمل. وبعدين أعرف شاف الباب السري مبارح. إذا ضلينا عم نستنى الوقت أكتر من هيك، السر اللي خبيناه وقت طويل رح ينكشف. بس نحنا لازم نعمل الحفلة. أنا بكره الحفلات كتير، وبتعرفي ما بحب أعمل هاي الحفلات لحالي، بدون حياتي كتير ناقصة. قصدي هي محبوسة وأنا هلأ بدي أحتفل، وكأنه غيابها ما أنه فارق معي أبداً. أنا فهمانة شو مشكلتك، بس أنت بتعرف إنه نحن ما فينا نعمل شيء. نحن ما فينا نعمل شيء، ما هيك؟ هداك الحادث غير كل شيء بحياتي. حياتي وصلت لطريق مسدود.